السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة ملح وحلو. في هذه الحلقة هذه فرحانة بزاف وانا كنصور هاد الوصفة اللي انا طلبوها مني بزاف، الصلصة البيضاء محبوبة الجماهير، غادي تنجح معكم 1000000% ان شاء الله الا تبعتيو الفيديو بالنصائح اللي فيه، حتى كريمة الطبخ صوبتها ما شريتهاش، وصفة لذيذة، كل شيء اللي كلها عجبته. نتمنى انكم تكونوا كتستفدوا معايا، تبعوا معايا الحلقة، ما تنساوش تشتركوا في القناة وتخليوا لي جيم، وبالصحة وراحة مسبقا. اول حاجة غادي نبدأ بلا كريم، اللي ما بغاش يصوب لك هاد لا كريم هادي يقدر يشري هي 200 مليلتر ديال لا كريم كويسون، اللي ما عندوش يستعمل هادي، وهاد لا كريم راه كتعيش 7 ايام في الثلاجة، تقدروا تستعملوها بزاف ديال النوبات. قبل ما نشعل البوطة غادي ندير 600 غرام ديال الحليب كامل الدسم، حيت لا كريم كتكون فيها نسبة الدهون عالية، يعني غادي نستعمل الحليب كامل الدسم، وغادي نزيد عليه معلقة هكذا كبيرة عامرة ديال الفرص الدقيق الابيض. دابا ملي خلطت الطحين عاد غادي نشعل البوطة، ها هي متوسط، ونبقى نحرك، ما تغفلوش عليها تكون تبقاو تحركوا. ها هي بدات كتغلي، يعني اوتوماتيكمون غتبدا كتقصح شي شويه، شتي الحليب ما بقاش كيدور بداك السرعه اللي كان كيدور بها في الاول، هانتو بحال شي كريم اونغليز، غير كتشد الغليه مزيان صافي، هانتو كنطفي، غير كتشد الغليه مزيان وكتبغي تبدا تفيض كنطفي، هانتوما شوفوا كندور، ما كتبقاش تدور بحال اللي كان الحليب ليكيد بزاف في الاول، وفي نفس الوقت هي ما عقلاش بزاف، ماشي بحال لا كريم باتيسير راه كتبقى ليكيد، باش ما تبقاش كطيب غنزولها من الكاسرونه، وغادي نضيف لها 100 غرام ديال الزبده، لان لا كريم راه كتكون فيها نسبه الدهون عاليه، استعملت الحليب كامل الدسم، وغادي نزيدها الزبده، 600 غرام ديال الحليب كنزيدها 100 غرام ديال الزبده، ونحرك مزيان 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 حتى تذوب لي الزبده، كنبقى نحرك داك الزبده حتى تذوب لي مزيان، تنحس بها ما بقاتش نهائيا، ثم كنغطيها وتنخليها حتى كنحتاج نستعملها، الا ما كنتش غادي نستعملها يمكن لي نديرها في الثلاجه مده 7 ايام، نستعملها كاع في المالح، هذه كريمه ديال الطبخ ما تخفقوهاش، ما تسحب لكمش لا كريم ليكيد اللي كتطرب، هذه كريمه ديال الطبخ، اي حاجه فيها كريمه الطبخ يمكن لكم تستعملوا هذه فيها. عندي هنايا صدره ديال الدجاج، كانوا عندي كونجلي انا غسلتهم ونشفتهم، الا جبتيهم طريين خاصكم ترقدوا شويه الملح والخل ضروري، وعاد تستعملوه. المهم كل ستر انا غادي نقطعو على جوج، وإلا جاكم هذا غليظ هاد البلاصة هادي حتى هي زيدو قطعو، غادي ناخد واحد الغطيار ندير فيه شويه ديال الابزار، الابزار على حسب الكميه ديال الدجاج، هنا غادي ندير شويه ديال الملحه،
نخلطهم هانتوما. وغادي ناخذ هاد لي ستيك خصني نشرملهم قبل ما نديرهم في المقلف. عاد تاخذوا مقله، من الاحسن تكون مقله ثقيله، ما تكونش داك المقله اللي رخيصه ورهيفه كتحرق لنا الدجاج. ناخذوها ونديروا فيها واحد المعلقه ديال الزبده، ما ديروش الزبده بزاف، ونهائيا زيت الزيتون ما ديروهاش نهائيا، انتردي زيت الزيتون في هاد لا غوسيت انتردي، لان زيت البلديه عندها واحد النكهه ديالها قويه كتفسد لنا النكهه ديال هاد الوصفه هاد. صافي، وغادي نحط الصديرات ديال الدجاج ديالي ونخليهم يتحمروا من جهه، وعاوتاني نقلبهم باش يتحمروا من الجهه الاخرى. النار تكون مجهده، نسيت ما قلتهاش، النار خصها تكون مجهده باش داك الدجاج يطلق الماء وعاوتاني يشربو، ما يطلقناش الماء ديالو يتبخر باش يبقى فيه الماء. الا طلق الماء وداك الماء تبخر الدجاج كيرجع لنا محجر، الماء ديالو كيفقدوه نهائيا ما كيبقاش. خصني نقلبو ملي تولي فيه هاد لا كولور هكا. صافي، واحد جهد واحد 3 دقائق من كل جهه، وياخذ لي واحد اللون شويه 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 ذهبي، تشرب فيه الشمس، قولوا تشرب فيه الشمس بحال هكا وما ينشفش، ما خصوش نهائيا ينشف. هنا عندي لي شامبينيون، انا تيقولوا لي لي شامبينيون ما تغسلهمش، راه والله ما تنقدر. المهم غسلتهم ونشفتهم في هاد الاله هذه ديال اللي تنشفوا بها القزبر والمعدنوس. هذا انا مشيت على اساس نشري الشامبينيون الابيض، لقيت هذا شريته، هذا احسن، الا ما كاينش شريو الابيض، هذا فيه واحد النكهه خاصه وصافي، اما بجوج هو بحال بحال. وما قشرتوش هذا بلا ما تحتاجوا تقشروه، البيض كنقشرو. انا عندي حلقه خاصه بالشامبينيون، كيفاش كنعرفوه طري ملي كنبغيو نشريوه، كيفاش تنغسلوه ونقيوه، كيفاش كنحتفظوا به في المجمد، عندي حلقه خاصه دايراها. غادي نعاود نلوح واحد الطريف ديال الزبده وندير واحد البصيله صغيره شلطتها رقيقه. تبي ديكم الى شلطتيها شلطوها رقيقه، شوفوا البصله خصنا نطيبوها وحنا مجهدين عليها، وداك شويه ديال داك التحمر ديال الدجاج ها هو، البصله خصها طيب حتى هي بالجهد، خصها تحمر وتشرب داك اللذه ديال الدجاج اللي كانت، زائد واحد المعلقه ديال الثومه، تقريبا جوج دريسات ديال الثومه، جوج دريسات، ويكونوا انا عندي هاد لاباط ديال الثومه كنصوبها كنبقى نستعملها في الطياب كامل. اللي ما عندوش ياخذ لي جوج دريسات ديال الثومه ويحكهم رقاق، ما ديروش الثومه تكون باينه، الثومه خصها تكون محكوكه مزيان. نضيفو لي شامبينيون، النار عالية باش حتى الشامبينيون ما يطلقش الماء، داك الماء ديالو دغيا يتبخر باش يبقى لنا هكذا المنظر ديالو زوين. شويه ديال الملحه
وشويه ديال الابزار. شوفوا الشامبينيون ما طلقش الماء ديالو نهائيا، انا كنطيبو على نار عاليه ماشي مجهده بزاف بزاف، وانما عاليه شويه باش خاصني الشامبينيون ما يطلقليش الماء نهائيا. عاد ملي نشوفوا الطرخه هكا شي شويه دبال، عاد غنزيد واحد الطريف ديال الزبده، تقريبا واحد 30 غرام ديال الزبده. هنايا ملي كيدبل داك الشيء مزيان، داك الشامبينيون، كنجيب داك الدجاج. شوفوا الماء ديال الدجاج، هذا الماء ديال الدجاج بقى فيه لانه طاب على الجهد. نسرحوا هذا الدجاج مزيان. هذه الكميه اللي دايره انا راها كبيره لان بزاف الناس غادي ياكلوا منها، نتوما تقدروا تديروا كميه صغيره الا غياكلوا واحد ولا جوج ديال الناس، راه تكون واحد جوج ديال الستيكات، واحد 200 غرام ديال الشامبينيون ولا 150 غرام. وهنا فاش غادي نزيد لا كريم، انتما الا بدات غادي ناخذ واحد المغرفه. شوفوا لا تيكستور ديالها، شفتوها؟ سيت اون كريم ليكيد ديال الطياب، تقدروا توجدوه. انا غندير تقريبا واحد 300 غرام. ولا كثر ندير، غادي ندير درت بزايد لان عندي لا كونتيتي كثيره، انا محتاجه لا كونتيتي. غادي ندير هاد لا كريم هادي ونقص على البوطة، نقصت مزيان وغادي نغطيها لمدة ديال 10 ديال الدقائق. خصني داك الدجاج وداك الشامبينيون والبصلة داك المكونات كلها تندمج مع بعضيتها واحد 10 ديال الدقائق ويشربوا داك لاكريم ويزيدوا يطيبوا. دابا عاد غادي يكملوا الطياب ديالهم مزيان. صافي من بعد ما تيوجد تنزيد عليه معلقه كبيره ديال السحتر، تنحكها هكذا باش بحال باش تطلق النسمه ديالها مزيان. كلشي كيعرف هاد الطريقه، اللي ما عندوش السحتر يدير لوطان، اللي ما عندوش لوطان يدير المعدنوس، حتى هو تيجي مزيان. وترافقوا هاد الدجاج بلا صوص بلونش مع لي بات الا كيعجبوكم، انا وليداتي تيعجبوهم لي بات بزاف. سينو تقدروا ديروا خضيره مبخره سو فورم ديال طاغلياتيل وترافقوها معها، اولا ترافقوها مع لي طاغلياتيل، او المهم نتوما تفننوا لاصوص زوينه، دجاج زوين. وتقدروا ديروا حتى الرز، الرز مسلوق حتى هو تيجي معها زوين بزاف. نتمنى حلقة اليوم تكون نالت الإعجاب ديالكم. نتمنى أنكم لي طبق الوصفة يخلي لي تعليق، ولا تصيفطوا لي التطبيق ديالكم، الصورة ديال التطبيق في الواتساب باش نديرها في الانستغرام. نتمنى أنكم تدخلوا عندي الانستغرام تشتركوا معايا في الصفحة لأنني نشيطة جدا بالنسبة للترموميكس. الناس اللي مهتمين بالترموميكس يدخلوا عندي الانستغرام يتابونا ومرحبا بكم. ايوا نخليكم مع التقديم، ما تنساوش تشتركوا في القناه الا كنتوا زوار جدد، ما تنساوش تخليوا لي جيم وتعليق، وبصحه وراحه.